السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ اليوم جيتكم فيديو جديد، حيث اعلن الناخب الوطني وليد الركراكي على اللائحه النهائيه للمنتخب المغربي اللي غتشارك في كاس امم افريقيا كوت ديفوار 2024. وجاءت القائمه على الشكل التالي. مشكل الشعب ولا تجمعنا ديك ليون ناسيونال اللي كنت باغي قبل لا كوب دي مون، باش ملي كنقول الكره عندها بوطو غتخرج لا بوطو غتدخل، عندكم صحابكم راني حمار ولا كنقولها ديك ليزون بوزيتيف نيجاتيف كيتلعبوا في الكره. ان شاء الله لا غدا مجموعين مع جمهور، اي واحد يدير 100 ويقول ان شاء الله. Thank you.